هنا السائل يسأل عن الأوقات والأحوال التي يستجاب فيها الدعاء. قل جاء في السنة ولله الحمد ببيان الأوقات الفاضلة التي إذا دعا المسلم فيها ربه مخلصا نال من الله الإجابة إن شاء الله تعالى. ويحضرني ما يأتي. أولا بين الأذان والإقامة، والثاني بين التشهد الأخير السلام، والثالث في السجود، والرابع في آخر ساعة من ساعات الجمعة، والخامس الثلث الأخير من الليل، والسادس حال نزول المطر. هذه الأوقات الستة جاءت السنة بالنص عليها، وأن المسلم إذا دعا ربه فيها دعاءه لا يرد. وبالله التوفيق.